Jalal Abd Hakim, contrôleur à la Royal Air Maroc depuis 1979. Je suis rentré au centre Royal Air Maroc, j'ai fait 3 ans de formation. Je suis une majeure de l'effort que nous avons fait. Oui. Nous avons dit qu'il y a une mauvaise vie à l'Aïl-Maghribi. كي يعد الآن بمثابة لبنان الأولى في المطار ديال 100% إن شاء الله زوج ديال المطار الإسلامي. نقدر نقول لك ترى أخرى بأنه اعتراف بالسياسة الإصلاحية اللي كيقوم بها على مستوى التأثير على مستوى العمل داخل المؤسسات. وبالمناسبة أنا كنقدم الشكر لله المغربي. نعم. ولجميع القوى الفاعلة من تفكير الحكومات وديال الفريق. سيد الأمين العام للمجلس الوطني، سيد الأمين الوطني، جل المتنحكين المساعدين في المعبية قدموا بالشغل الجزيل. نعم. وكنعتقد إن شاء الله عز وجل إحنا خرجنا من أجل رسالة من أجل مشوار من أجل عمل، هذا الصبر إن شاء الله هو اللي ممكن نتكلم معك فيه في مجموعة من الحيثية إن شاء الله تعالى. نعم. ناقص الأمر هو أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. نعم. يحتفظ بين التأسيس الأول غادي يكون في 16 الأسبوع القادم. نعم. اللقاء التأسيسي الأول في الفريق الإصلاحي يستلم شعار ديال الهوية المتحدية المرحلة. نعم. كمقتضي عملياً. نعم. الانضمام كذا هذا أمر وارد وغير وارد هنا في الوقت. لازم نحتاج نقاش شعبي. الأمر ماشي ديال جهة معينة اللي كاينة تقول غيدخلوا ما يدخلوش. هذا أمر شورى وكاين عمل كبير. نعم. احنا غادي نستشروا إن شاء الله ونستغفر الله وندرس مع سي عرفان ونشوفوا المواقع ونشوفوا مجموعة من الأولويات. العلاقة اللي تسمعنا به الآن هي علاقة شراكة فقط، لا تخلو عن كون أنها علاقة شراكة. غير هو اللي كان هذا باش يقولوا أنه يعني حسن الخطاب دابا خرج وتابع مجموعة ديال 30 أخرين تما خارجين في الطريق. ونحن كنعرفوا هادشي كان صحيح. لا هادشي وارد إن شاء الله في مرة. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله.